اجتمعت صباح اليوم الأربعاء لجنة السياحة بمقر الجهة بمدينة طنجة لمناقشة نقاط مدرجة في جدول الأعمال. بالنسبة للنقاط هي دراسة ومناقشة عقد برنامج بين الدولة ومجلس الجهة طنجة تطوان حسيمة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية برسم سنة 2020 و2022 للبرنامج التنمية الجهوية. بالنسبة للنقطة الثانية هي تعديل بعض بنود النظام الداخلي لمجلس الجهة. هاد النقاط التي تم العرض ديالهم على أعضاء المجلس من أجل المصادقة عليهم. الدورة الاستثنائية لشهر يناير اللي غتكون يوم الأربعاء 3.